الماسونية المنظمة اللي تسيطر على العالم في الخفاء، يسيطرون على الأموال والدول والشركات وكبار الشخصيات في العالم، أو هذا اللي يمكن أنت مقتنع فيه. فهل هذا الكلام حقيقي ولا مجرد خزعبلات؟ اليوم بقولكم وجهة نظري في الموضوع، وراح نحاول نفصل الواقع من الخيال. السلام عليكم، معكم بدر، حياكم الله في قرية العجائب. موضوع الماسونية هذا اللي جايب لكم إياه اليوم كان خاطري إني أسوي، كان شاغل بالي من فترة. فها نحن هنا، الماسونية وما أدراك ما الماسونية. يمكن أكثر مصطلح فضفاض المجتمع يستخدمه ويرميه على أي شيء يعتقد إنه مؤامرة ضده. فخلونا اليوم نحاول نفصل الواقع من الخيال. فراح نبدأ بالحقائق الموثقة واللي هي أصل الماسونية ومن وين بدأت فكرتها. في القرن السادس عشر الميلادي كانت الكنيسة الكاثوليكية هي اللي مسيطرة في معظم الدول الأوروبية. الكنيسة هي كانت المؤسسة الطاغية على كل أمور العامة وحتى على الحكم، يعني حتى الملك لو ما راضي عن الكنيسة ممكن تتعقد أموره بسرعة وممكن حتى يفقد الحكم. فتأثير الكنيسة في الدول الأوروبية في ذاك الوقت كان شيء ما حد يقدر ينكره، لكن كان في بعض الناس خاصة من فئة المثقفين ما كان عاجب منهم الوضع، وكانوا رافضين تدخل الكنيسة ورجال الدين في شؤون الدولة وشؤون العامة، يعني ما يريدون يتدخل الدين في الدولة، أساس التفكير العلماني. فهذيل الناس في ذاك الوقت كانوا ما يقدرون يعارضون الكنيسة على الملأ، راح يروحون في خبر كان الكنيسة مسيطرة على الدولة حرفيا. ألمانيا كانت عايشة في هالوضع في القرن السادس عشر، كانت الكنيسة هي اللي مسيرة الأمور فيها. ففي منطقة في ألمانيا اسمها بافاريا، وكان عايش فيها بروفيسور قانون اسمه آدم فايسهاوت. كان شخص يتبنى الفكر العلماني ويحاول ينشره. الفكر العلماني مثل ما قلنا فصل الدين عن الدولة والابتعاد عن الكنيسة، الدين في صوب والدولة في صوب. فكان الأخ هذا البروفيسور متضايق من الوضع، متضايق من سيطرة الكنيسة، فقرر أنه يبدأ يكون مجتمع سري ينشر أفكاره من خلاله، لأنه ما يقدر يطلع ويقول أوه أنا ضد الكنيسة اتبعوني اتبعوا أفكاري، على طول راح يروح ورا الشمس. وعلى طاري الشمس، فصاحبنا البروفيسور هذا من وجهة نظره كان هدفه تنوير الناس، فتح عقولهم لأفكار جديدة بعيدة عن معتقدات الكنيسة، فأطلق على جماعته هذه اسم جماعة المتنورين أو المتنورون، واللي اسمهم بالإنجليزي إلوميناتي. الجماعة هذه مؤسسها والأعضاء اللي فيها كانوا متأثرين بفكر جماعة ثانية، جماعة اسمهم فري ميسنز، وهذه لهم اللي اسمهم الماسونيين. فري ميسنز الماسونيين، لاحظتوا التشابه في النطق؟ فهذا أصل كلمة الماسونية أو الماسونيين، جاية من كلمة فري ميسنز بالإنجليزي. وهذيل الفري ميسنز مختلفين عن الإلوميناتي، يعني الإلوميناتي تأثروا بالفري ميسنز بشكل كبير، وحتى بعض أعضائهم كانوا أعضاء سابقين في جماعة الفري ميسنز. الحين ليش قاعد أقول لكم هالكلام؟ عشان تفهمون الفرق بين التنويريين والماسونيين، يعني هم بينهم تشابهات كثيرة لكنهم ما بنفس الجماعة، والناس كثير ما يخلطون بينهم. فالتنويريين الإلوميناتي ما في دليل على وجودهم حاليا، الجماعة الأساسية اللي تأسست في ذاك الوقت ضد الكنيسة اختفت على نهاية القرن السادس عشر، لأن الكنيسة الكاثوليكية حاربوهم ما خلوهم، والدول الأوروبية بعد يعني أصدروا قوانين وصاروا يجرمون تكوين مثل هذه الجماعات. فهذه الجماعة التنويريين الإلوميناتي المفروض أنهم اختفوا، لكن كثير من نظريات المؤامرة لاصقة فيهم على أساس أنهم لا زالوا موجودين لكن في الخفاء. فالخلط اللي صاير هني هو أنه بالذات إحنا بالعربي كل شيء نشبك بالماسونيين، لكن بالإنجليزي وعند الغرب يشبكون النظريات هذه بالإلوميناتي على أساس أن الإلوميناتي اختفوا لكنهم لا زالوا جماعة سرية تعمل في الخفاء، لأن الإلوميناتي رسمياً ما لهم وجود، اختفوا المفروض من نهايات القرن السادس عشر وهم مختفيين، المفروض أن ما لهم وجود. أما الجماعة الثانية اللي هم الفري ميسنز أو الماسونيين، هذيلة منظمة وهم أقدم من جماعة التنويريين، لكن هذيلة ما اختفوا، هذيلة لهم وجود رسمي ومعلن، مو مختفيين. هم في الواقع ما كانوا يعتبرون منظمة في السابق، كانوا عبارة عن مجرد اتحاد أو نقابة لعمال البناء، يعني كانوا موجودين على العصور الوسطى في أوروبا من القرن الثالث عشر. اسمهم بالإنجليزي فري ميسنز معناه فري اللي هي حر، وميسن معناه البناء أو الشخص اللي يشتغل
في مهنة البناء، فيعني معنى اسمهم الحقيقي هو البناؤون الأحرار. هذه ترجمة اسمهم بالعربي، الترجمة الصحيحة، لكنهم اشتهروا باسم الماسونيين. ليش ما أدري، ما ترجموها، خذوا نفس الاسم بالإنجليزي وشوية حرفوه. فهم بدأوا كنقابة لعمال البناء، وعمال البناء في ذاك الوقت يعني شكله كانت لهم مكانة خاصة، بالذات اللي منهم يوصل لمهارة ومستوى عالي، اللي يخطط لك ويتخيل لك الأبنية والكنائس والقصور. هذا يعني شغل عالي، فكانوا ناس لهم احترامهم، لهم هيبتهم. فمنظمتهم هذه، أو كانت نقابة بالتحديد، نقابتهم هذه كانت نقابة لها ينظر لها بعين النقابة، يعني لناس فخمين، ناس محترمين. فبدت هذه النقابة مع الوقت، القرن وراء القرن يمضي، بدت تتطور لحد ما صارت منظمة، لحد ما صارت مثل النادي الخاص اللي فيه يعني الناس اللي المفروض انهم يعني احنا علية القوم. وهذه المنظمة او الجماعة الفري ميسنز او الماسونيين لا زالت موجودة الى اليوم، لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن المنظمة اللي يتخيلونها الناس لما يسمعون كلمة ماسونية. المهم المنظمة هذه الفري ميسنز الماسونيين ما بجماعة سرية أبدا، اجتماعاتهم وطقوسهم يبثونها على الملأ. هل يا ترى جماعة سرية راح تبث وتصور اجتماعاتها؟ أنا أشوف طبعا لا، المفروض أنهم جماعة سرية، فليش يصورون اجتماعاتهم وليش أعضاهم مكشوفين ومعروفين بس باقي يفتحوا لنا قنوات يوتيوب ومواقع النت؟ أو لحظة، عندهم بتحصلهم قنوات يوتيوب وبتحصلهم مواقع على النت، ممكن الواحد حتى يقدم طلبات انضمام عندهم. فكيف هذه صارت جماعة سرية؟ هاي جماعة سرية. هل يتداولون أشياء سرية ما بينهم؟ ممكن أتفهم إنه يعني في ممكن أشياء سرية ما بينهم، لكنهم ما بجماعة سرية. وفوق هذا هم أصلاً منقسمين لأقسام كثيرة، أقسام كثيرة حوالين العالم. يعني كل دولة مثلاً عندهم قسم خاص فيهم من الماسونية أو الجماعة هذه، ما في ربط واضح ما بين الجماعات، ما بين الدول، ما في منظمة واحدة تجمعهم، كل اللي يجمعهم هو هذا الاسم الماسونية. وحتى بعض الأشياء والقوانين عندهم مختلفة، مثلا في بعض المنظمات الماسونية تسمح بالنقاش في السياسة وبعضهم لا، في بعض المنظمات تسمح بدخول النساء وبعضهم لا، في بعضهم يسمحون بأديان مختلفة بعضهم لا، في بعضهم يسمحون بالنقاش في الدين وبعضهم لا. فيعني بروحهم اصلا منقسمين على بعضهم وما في شيء واضح يجمعهم، فكيف تريدهم يسيطرون على العالم؟ هذول هم بروحهم ضايعين. يعني نسمع عن نظريات المؤامره والخطط الجهنميه، لكن كل هذه الاشياء ما في عليها اي دليل. فهذول انا اشوفهم مجرد ناس يريدون يسوون شو، يسوون نفسهم اوه يعني شوفونا احنا الفخمين، عندنا طقوسنا ومجتمعاتنا الخاصه، واللي يريد يدخل ويانا لازم تكون في شروط معينة ولازم يدفع وما أدري شو. فأنا أشوفهم مجرد جماعة ناس فاضيين، يعني ما عندهم سالفة. هل هم يمكن بعضهم يعني عندهم مخططات ويتعاونون على بعض الأشياء بالسر؟ ممكن، هم وغيرهم دائما بتكون في دول، في جماعات، أو في مثلا عوائل، أحيانا عوائل غنية راح يسوون خطط ومؤامرات عشان يدعمون مصالحهم سواء كانت مادية أو أيديولوجية. لكن اللي يقول لكم سيطرين على العالم ولا غيرها من النظريات الغريبة، هذا أنا أشوفه كلام غير واقعي وما عليه أي دليل. شوفوا أنا ما ضد التداول بهذه الأمور أو مناقشتها أو حتى استخدامها كميمز، ما في مشكلة نناقشها، نحكيها، نتكلم عنها، وحتى أنا سويت بعض المقاطع سابقا وبسوي يمكن في المستقبل. لكن لما نتعامل مع هذه الأمور كحقائق مطلقة وهي ما عليها دليل يسوى، هي المشكلة. مشكلة لما نصدقها ونغرق في دوامتها بالشكل الفظيع اللي يوصلوا له بعض الناس. خلاص عقولنا تتبرمج ان كل شيء مؤامرة، والكل قاعدين يخططون ويسوون مؤامرات ويشتغلون ضدنا. يعني هذا مصطلح الماسونية مثلا، شفت الناس يحطون فيه الصهاينة ويحطون فيه الملحدين ويحطون فيه العلمانيين ويحطون فيه عبدة الشيطان، كل أنواع وأشكال الناس هذه خلطوها في خلاط الماسونية. وهذه أصلاً كل واحد منهم ما في شيء يجمعهم. الصهاينة يهود هدفهم إقامة إسرائيل وتقويتها، العلمانيين همهم فصل الدين عن الدولة، وعبدة الشيطان يعبدون الشيطان، والملحدين لا همهم لا دين ولا إله ولا شياطين. فكل واحد من هذيل في صوب، وكل واحد عنده أهدافه، وما في شيء يجمعه ويا الثانيين. فكيف كل هذيل اتحدوا في الماسونية وصاروا مسيطرين على العالم؟ كيف؟ ما أدري.
يعني اصلا الماسونيين بنفسهم مثل ما قلت لكم منقسمين على بعضهم، وكل واحد مؤسس له جماعه في صوب صوب كل دوله يمكن فيها جماعه ماسونيه مختلفه عن جماعه الماسونيه اللي في الدوله الثانيه. وهذه طبيعه البشر ترى، منقسمين دائما. واصلا لما نقول ان في جماعه قدرت تسيطر على العالم وتسيره مثل ما تريد بالضبط، فاحنا هنا يا عزيزي اعطيناهم صفه الالوهيه. ما في حد يقدر يسير هذا العالم ويسيطر عليه سيطرة مطلقة إلا الله عز وجل، فما في شيء اسمه الماسونية تسيطر على العالم. هذه وجهة نظري على الأقل. وسالفة إنه أي حد أو أي شيء تشوف فيه شوية رموز مثلثات ولا عيون تقول عنه ماسوني، هاي سالفة بروحها تضحك. يعني كثيرين يستخدمون هالشيء كمجرد ميم ضحك بس، ما ينفع تروح تشوف لي هالرموز وهاي الأشكال في أي مكان وتقول أوه هذيل الماسونيين. ترى كثير من الناس ماخذين الموضوع كمجرد تسلية وضحك، ما يحتاج رمي كل الاتهامات في كل صوب، ما يحتاج. يعني مثلا مريت على مقطع لواحد من الأخوة الكرام في اليوتيوب يتكلم فيه عن لاينس تيك تيبس، هذه قناة يوتيوب مشهورة، أشهر قناة في مجال البي سي والكمبيوترات، وأنا بروحي أتابعهم من زمان. هم كانوا مسوين مقطع لبي سي على شكل هرم وبستايل ماسوني، فالأخ هذا الله يحفظه قاعد يتكلم بكل جدية عن إن كيف لاينس هذا صاحب القناة انضم للماسونية وخلاص قاعد يعلن إعلان للعالم إنه ماسوني وراح يدعم الفكر الماسوني وينشره في كل مكان. قاعد يتكلم بهالموضوع كأنه موضوع يعني خلاص مطلق حقيقي ما في شك فيه، بس لأنه مسوي بي سي على شكل هرم وفي عين، وهذا الدليل إنه هالبي سي هو الدليل ان لاينس انضم للماسونية. هذه القناة اصلا هم اسلوبهم اسلوب الانترتينمنت، اسلوب تسلية، بيجيبوا لك اشياء ويسووا لك حركات ويدمجوها مع المحتوى التقني والكمبيوترات وغيره، ويحاولون يعني يقدمون شيء مسلي عشان يجذبون المشاهد. فموضوع بي سي الماسونية هذا هم ماخذينه كموضوع ترفيهي، موضوع تسلية، ما في حد انضم للماسونية. صدقني ما هم هذيل اللي راح ينشرون الفكر الماسوني ويتآمرون علينا. فيعني يا جماعة هدوا اللعب، ما أي مكان تشوفون فيه هالرموز وهالأشكال تروحون على طول تقولون أوه هذا الشخص ماسوني أو هذه الشركة ماسونية. ترى معظمهم ماخذين الموضوع كتسلية وضحك، يعني مجرد شيء ترفيهي، لأن هاي الفكرة منتشرة ما بين الناس، نظريات المؤامرة والماسونية وما أدري شو. فكثيرين من الناس اللي يصنعون هذا المحتوى الترفيهي يأخذون هالفكرة ويدمجونها مع محتواهم كشيء يسلي. بس هذا الموضوع ما في حد انضم للماسونية. بيجيك واحد وبيقول لك ترى هذا هم هدفهم، يريدون يعودونك على هذه الرموز. طيب وشو يستفيدون من هالشيء؟ بيغسلون مخي مثلا بهالرموز بصير ماسوني بدون ما أدري؟ شو الفكرة أو شو الهدف لو عودوني عليها؟ ما في شيء بيصير لي. ومثل ما قلت لكم أصلا الماسونية ما عندهم ذيك القيمة أو القوة اللي كثيرين يتخيلونها، مسويين منهم أسطورة وما يسوون شيء، مجرد جماعة منقسمين على بعضهم حتى. فمشكلة كبيرة لما يظل الواحد يفكر ويشغل نفسه بهالأمور ويشتت تركيزه عن الأشياء المهمة، فبدال ما يطور ذاته ويطور علمه ومهاراته يروح يظل غارق في دوامة النظريات، ويظل عنده شعور إن كل هذا العالم يتآمر عليه. اللي يقول لك يسوون شعاع أزرق يدمر الكعبة، واللي يقول لك المليار الذهبي اللي بيقتلون فيه كل البشر وما بيبقى منهم إلا مليار، ويربط لك عاد هذا سبب فيروس كورونا، يعني مخترعين الفيروس عشان يقتلون البشر، وكل نظرية تسحب النظرية اللي بعدها وتقودك لحفرة أعمق، وهي كلها نظريات بدون أدلة. طيب والجوائح اللي صارت في القرون الماضية واللي كانت أسوأ من كورونا بألف مرة، الطاعون وغيره، هذه كيف اخترعوها؟ بيروح يقولك كانت عندهم مختبرات، وحتى يمكن يقولك كانت عندهم كهرباء بعد. وكل نظرية تجر اللي بعدها، ونبدأ عاد بعدها ندخل في مراحل تعرض الناس للخطر بشكل مباشر. بما أن كورونا مؤامرة معنى اللقاح مؤامرة، فهني توصل الأمور لتعريض حياة الناس للخطر من وراء نظريات المؤامرة هذه اللي ما لها داعي وما عليها دليل أساساً. دورت أي دليل منطقي واضح وصريح؟ والله ما حصلت. يعني كل اللي أشوفه أنها نظريات قد تبدو لبعض الناس منطقية، تلعب على استفسارات موجودة عند الناس، فلما يشوفون هذه النظريات قاعدة تسوي منطق على التساؤلات اللي عندهم يصدقونها ويعتقدونها حقيقية بدون دليل واقعي. هني المشكلة. أنا ما أقول لك لا تكون حذر، وما أقول لك إن ما في مؤامرات أبدا، المؤامرات كانت ولا زالت وستظل موجودة،
لكن انك تفكر ان كل شيء مؤامره وتصدق اشياء ما عليها ادله حقيقيه واشياء يعني شاطحه بزياده وهي مجرد قصص وكلام يتناقلون الناس من واحد للثاني وكل واحد شويه يزيد له شويه بهارات مثل الاشاعات بالضبط. هذا الشيء احيانا ممكن يكون خطير، ممكن يكون خطير جدا. اوكي بشطح شوي. واحده من الاشياء اللي تقهرني مع انها نظريه ما لها علاقه مباشره بنظريات الماسونيه لكنها تظل من نفس نوع النظريات هذه واللي هي نظريه الارض المسطحه اللي صارت الحين منتشره بزياده احسها. يعني انا بصراحه احزن واتضايق لما شخص يجيني ويرسل لي رساله يقول لي يا بدر اتكلم عن الارض المسطحه وكيف هم خادعيننا ومخفين عنا هذه الحقيقه. للاسف كثيرين صدقوا النظريه هذه اللي انا ما اشوف لها اي اساس من الصحه او اي اساس منطقي، وبالعكس اشوف انها تسبب مشكله كبيره لان الشباب خاصة الشباب اللي توهم في مقتبل العمر لما يصدق هالأمور راح تتكون عنده فكرة إن العلوم الحديثة غلط أو إنها يعني عبارة عن مؤامرة من الغرب، فهذا راح يخليه ينبذ هالعلوم، ما بيدرس فيزياء، ما بيدرس هندسة، ما بيدرس فلك، ما بيدرس فضاء، راح يكون عنده كره لهذه العلوم لأنه يعتقد أن أصحابها يكذبون عليه، فبدال ما تكون عنده رغبة إنه يتعلم ويفيد أمته ووطنه بهذه العلوم راح ينبذها بشكل كامل لأن هذه العلوم هي اللي تقول لك إن الأرض كروية. العلوم هذه فيها أشياء كثيرة قائمة على هذا الأساس، فهو بيكره هذه العلوم لأنه يعتقد إنها أشياء قاعدة تخدعه، أشياء قاعدة تتآمر عليه. أنا أشوف إنه يعني حتى المفروض بنستحي نتكلم عن هالموضوع واحنا قاعدين نستخدم كل هالتقنيات اللي توفرت لنا بفضل هذه العلوم بعد فضل الله. يعني هذه العلوم هي السبب اللي اعطانا الاجهزة اللي نستخدمها كل يوم بين ايدينا، هي اللي طيرت الاقمار الصناعية في الفضاء عشان انت يا عزيزي تستخدم النت وتنشر عليه فكرة ان الارض مسطحة. فيعني هني المفروض صراحة انا اشوف ان نستحي يعني نتكلم بشيء مضاد بشكل مباشر لهذه العلوم اللي وفرت لك كل هالتقنيات، او انك تروح تصنع تقنياتك بنفسك، تصنع اجهزة وشبكات واقمار صناعية وتفهم كيف كل هالاشياء تشتغل، وبعدين عاد اذا بعدك ذاك الوقت بعد ما تعلمت كل هالامور بعدك تعتقد ان الارض مسطحة، اوكي ذيك الساعة لك حق تتكلم. قبل ما تتعلم هذه العلوم وتفهم من وين جاية هاي الامور عيب عيب نتكلم في ونقول الارض مسطحة. ويعني اريدك تفكر بمنطقية، شو المصلحة انهم يخفون عنك ان الارض مسطحة؟ او خلني اسألك سؤال احسن، كيف يقدرون يخفون ان الارض مسطحة؟ يعني معقولة كل هذيل الناس علماء باحثين مهندسين وغيره وغيره اللي يشتغلون في مجالات قائمة على اساس ان الارض كروية، مجالات الفضاء والطيران والأرصاد ومجالات كثيرة مجالاتهم كلها قائمة على ان الارض كروية، فمعقولة كل هذيل الناس عشرات ويمكن مئات الآلاف من البشر من كل الدول ومن كل الأصناف والأشكال كلهم متآمرين عشان يخفون عنا حقيقة الأرض المسطحة؟ فكر فيها بمنطقية، أنت السر في بيتكم ما بين أفراد عائلتك ما تقدر تحفظه، فكيف هذا السر العظيم اللي المفروض يحفظونه مئات الآلاف من البشر مستحيل إخفاء سر ما بين سر مثل هذا، سر كبير ما بين هذه الآلاف المؤلفة من البشر، غير منطقي لا يقبله العقل. فيا جماعة الإفتاء بأشياء غريبة وإن الواحد يجيب أدلة وحتى أحيانا آيات من القرآن ويلويها لي عشان تركب على النظرية اللي يؤمن فيها، هذه مشكلة كبيرة. أنا واثق أن كثير من هالناس اللي يتداولون مثل هاي الأفكار نيتهم طيبة، ما أنهم متعمدين ينشرون شيء خاطئ، هم يعتقدون أن هذه هي الحقيقة، هم يعتقدون أن هذا هو الصح، لكن الواحد مرات لازم يفكر بمدى الضرر اللي ممكن يسويه بهالأشياء. يعني تخيل بس افترض مجرد افتراض أن أفكارك ونظرياتك هذه غلط، تخيل مدى الجهل والضرر اللي أنت قاعد تنشره، قاعد تثبط عدد كبير من الناس ومعظمهم من الشباب، قاعد تثبطهم أنهم يسلكون طريق العلم اللي راح يكون مفيد لهم ولأوطانهم ولأمتهم، أمتهم المسكينة اللي صار لها مئات السنين وهي متخلفة بعد ما كانت هي الرائدة في هذه العلوم. ففكر أنك راح تتحاسب يوم القيامة على الضرر اللي قد تسبب هذه الأفكار. أعتقد أني طولت زيادة عن اللازم في النقطة، مرات الأفكار تأخذني، أنا ما أريد أدخل في كثير من النظريات أو تفاصيلها، الكلام يطول وما بيخلص. أعطيتكم رأيي في الموضوع وأعطيتكم أسبابي،
وبس وصيتي لكم انكم تحاولون تشغلون عقولكم اكثر، تحاولون انكم ما تنخدعون باي شيء يرمي عليكم خاصه في النت، ويمكن يمكن لو تفكرون فيها يمكن المؤامره الحقيقيه هي انهم يشغلون بهذه النظريات والافكار عشان بدال ما تروح طاقتنا في العلم وفي الاشياء المفيده لنا ولمجتمعنا وتطوير مهاراتنا وقدراتنا تروح في الاشياء اللي ما في منها اي فايده وما وراها الا السراب، تضيع وقت. وعلى كل حال كلمه اخيره اريد اقولها قبل ما اختم المقطع، واللي هي انه حتى لو كنت انت غارق في النظريات هذه من ساسك لين راسك فكل الاحترام لك، انا ما قاعد اهاجم حد في هالمقطع، بس قاعد اوضح وجهة نظري على امل انها تكون مفيدة ولو لبعض الناس. على كل حال اتمنى يكون المقطع عجبكم وفادكم، اذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد المقاطع السابقة ظاهرة قدامكم تقدرون تضغطون عليها وتشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.